سلام الوتر ديكا من نفسنا فيكم يا فخر الوطن انتم جيل يا ربي يحميكم مليون بارك بالعداد انجاز وتحقيق الوعد واقول لكم تستاهلون لان من جد وجد كبيرة هالفرح اكيد بس اللي خلاها تزيد فرحة اهلكم والوطن يجعلها دخر وسنا يبارك بالعداد وبالعداد لان من جد وجد سلام الوتر ديكم من نفسنا فيكم يا فخر الوطن انتم جل يا ربي يحميكم فوق التهاني عالوصول حب تهنيكم وقول مبروك واحنا دايما هذا رجانا والعهد بالعلم ننفع بعضنا انصن ونخدم أرضنا ولدارنا نرد الجميل ونعلي رايته البلد مبارك بالعداد إنجاز وتحقيق الوعد تستاهلون لأن من جد وجد سلام الوتر ديكم من نفسنا فيكم يا فخر الوطن انتم جل يا ربي يحميكم انجازكم اكبر دليل ان الصبر فعلا جميل واللي طلب ارض العلا يسر ليالي ويجتهد يحفظكم الله من العيون فرحتكم قلب وعيون شكرا لكم واكبر شكر يا مدرستنا وعلى الامان مبارك بالعداد انجاز وتحقيق الوعد واقول لكم تستاهلون لان من جد وجد
رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والصلاة والسلام على معلم البشرية الأول صلى الله عليه وسلم القائل: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. سعادة رئيس مجلس إدارة مدارس رياض الإسلام الأهلية للبنين الشيخ عبد الرحمن بن حمد الحسيني حفظه الله، الإدارة الموقرة، آباءنا المعلمين الفضلاء، آباءنا وأولياء أمورنا الأكارم، إخواننا الطلاب المحترمين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فيا أحبتي، هل أشرق الفجر إلا من مآذننا؟ وهل هم الغيث إلا من مآقينا؟ حتى النجوم على هاماتنا سجدت، والشمس في حسنها قامت تحيينا. ضيوفنا الأعزاء، أهلا بكم، أهلا بكم، حل الضياء بحلكم، والمسك عطر أرضنا والعنبر، البدر أمسى مسرقا بقدومكم، والليل قد حل مضيا يسفر. أهلا وسهلا بكم أهلي وخلاني، سكنتم في حنايا كل وجداني، هذه القوافي أتتني تنتشي فرحا، وحدثتني حديثا دون عنواني. وبالضيوف هلا أهلا نرددها، ما غرد الطير يشدو فوق أغصاني. أيها الحفل الكريم، ها نحن اليوم تمس سفينتنا المتجهة بنا نحو مستقبل مشرق بإذن الله، في رحلتها 14 إلى ميناء الجامعة، الذي نود وندعو الله أن يكون مدخلا كريما وبوابة لتحقيق أمل كل طالب خريج من هذه الكوكبة المباركة. في هذا اليوم المبارك، يوم الخريجين 14، يسعدنا ويطيب لنا أن نلتقي معكم في ذلك اليوم الذي يرتقبه كل طالب منذ نعومة أظفاره ليجني حصاد 12 عاما من الجد والاجتهاد، فيفرح بما أثمر. ولعل خير بداية لحفلنا هذا آي من الذكر الحكيم يتلوها الطالب أنس رضا عريبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها مع الله إلها آخر فتقعد مذموما
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت بسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. بابه أمام الجميع مفتوح وصدره للكل رحب وواسع، يوجه ويرشد ينصح ويسدد ولا يبخل علينا أبدا بتوجيهاته وآرائه السديدة. والآن مع الأب النصوح والوالد الحنون قائد المسيرة في المرحلة الثانوية قائد المدرسة الأستاذ مجدي بن مسعود العبد الله، فليتفضل سعادته مشكورا لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة رئيس مجلس إدارة مدارس رياض الإسلام الأهلية للبنين الشيخ عبد الرحمن بن حمد الحصيني، سعادة مساعد مدير مكتب التعليم في غرب الدمام الأستاذ فيصل بن عبد المحسن المطيلي، سعادة مشرف النشاط الطلابي في غرب التعليم الأستاذ عبد الله بن علي القحطاني، إخواني أولياء الأمور الأفاضل، زملائي منسوبي المدرسة، أبناء الطلاب، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. تتوالى السنوات وتتضافر الجهود وتتضاعف الإنجازات والنجاحات بتوفيق من الله ثم بفضل الهمم الفتيل. إن مدرسة رياض الإسلام الأهلية بقسمها الثانوي وهي تزف طلبتها المتوقع تخرجهم لهذا العام 1436-1437 ترجو أن تكون قد أدت واجبها ورسالتها في إعدادهم إعدادا جيدا للمرحلة المقبلة، حيث تلبي تطلعات ولاة الأمر لجيل يستمد قوته من إيمانه وعقيدته ومما اكتسبه من علوم الدين والدنيا. فها نحن اليوم نودع كوكبة من المتعلمين بعد أن نهلوا من العلوم والمعارف وقد اشتد عودهم، فكلنا رجاء أن يكملوا مسيرتهم التعليمية ويتمكنوا من رفع راية التوحيد والذود عن وطنهم بالعلم الجاد النافع، وأن ينفعوا أنفسهم وينتفع بهم كل مسلم، وأن يبذلوا أقصى طاقاتهم ليتخرج منهم الطبيب والمعلم والمهندس والسياسي وما إلى ذلك من التخصصات. فاليوم نحلق بهم
لنكرم دفعة من الخريجين لهذا العام، ترسو بهم السفينة إلى شواطئ تفرح بهم وتشرق شمسهم مرة أخرى بعطاء مهيب. سعادة رئيس مجلس إدارة مدارس رياض الإسلام للبنين الشيخ عبد الرحمن بن حمد الحسين، أسستم هذا الصرح الشامخ ليتخرج أجيال تلو أجيال بالله مستعصمين، وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم تسير، وبالعلم ترقى وتعلي. وقد كان، ولعل الشواهد ظاهرة جلية، فها هم أبناء مدرستكم الغراء المتخرجون في السابق يشيدون بسواعدهم مجد أمتنا وحضارة ممتلكاتنا في جميع الميادين، فجزاكم الله خير الجزاء ورفع قدركم في الأرض والسماء، ولكم كل الشكر والتقدير على ما تبذلون. أبنائي الخريجين، أتوجه لكم بكلمات تكون لكم زادا بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تعينكم على خوض معترك الحياة. إن ما حصلتم عليه من ثروة في العلوم والمعارف هي لبنة من اللبنات التي تشيد بها دراستكم، ونجاحكم يحتاج إلى الشعور بالمسؤولية والصبر وقوة الإرادة والعزيمة. فاحرصوا على التميز، وشرفوا وطنكم الذي أعطاكم ولم يبخل يوما عليكم. فها أنتم على مشارف مرحلة تعليمية أخرى متقدمة تحتاج إلى المثابرة والتحمل وإثبات الشخصية، كما أوصيكم أولا وآخرا بتقوى الله ثم طاعة والديه. أولياء الأمور الأفاضل، أيها الحفل الكريم، إن بناء أجيال على معرفة بالحقيقة مهمة صعبة للغاية، خاصة في ظل التحديات التي يعيشها العالم اليوم. فيقول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لكم هم بحاجة إلى ترسية أفكارهم ومساعدتهم والإصغاء لهم وتفهم احتياجاتهم وإعطائهم الفرصة للتعبير عما بداخلهم وتوجيههم وتقويمهم باللين وعدم فرض الرأي عليهم، وإنما بالإقناع واختيار النافع والصائب لهم. إن خريجي هذا الصرح أمام تحديات كبيرة للمحافظة على هذه المكاسب وتقويمها، وأمام منافسة يعاني منها العالم اليوم، ولا ضمان بعد الله عز وجل إلا في الإعداد الجيد لأجيال تعتمد على نفسها بخدمة الدين والوطن وتطويره. كما أن سياسة حكومتنا الرشيدة نجحت في تحديد المسار من خلال تطوير العمليات التربوية والتعليمية التي ترتكز محاورها وتوجهاتها إلى إخراج أجيال تكون قيادات مبدعة ومصدرة لكثير من العلوم والمعارف، وتوفر بيئة المناخ تعليمي وآمن وراق لأبناء هذا البلد. نسأل المولى عز وجل أن تكون هذه المدرسة قد أدت واجبها، كما نسأله جل في علاه أن يوفقهم ويعينهم على ذلك. أيها الجمع الكريم، دائما صدور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند صياغتها، ربما لأنها تشعرنا دوما بقصورها وعدم إيفائها حق من نهديه هذه الأصل. فاليوم تقف أمامنا الصعوبة ذاتها، ونحن نحاول صياغة كلمات الشكر إلى ينابيع العطاء المتدفقة بالخير لتروي كل من حولها. هي مساحة بسيطة خصصناها لزملائنا معلمي هذا الصرح، فللنجاح أناس يقدرون معناه، وللإبداع أناس يحسدونه. لذلك نقدر جهودكم المضنية، فأنتم أهل الشكر والتقدير، فوجب علينا تقديركم، فلكم منا كل الشكر والثناء والتقدير. إلى من أعطى وأجزل، إلى من سقى وروى، إلى من ضحى بوقته وجهده، لك منا كل الشكر والتقدير على جهدك الرائع. جموع كثيرة تحترق لتنير دروب الآخرين عطاء وآمال، وتضحيات تنثر من أجل الوصول للأسمى،
فلكم منا كل معاني المديح بعدد قصائد الشعراء وبمختلف بحورهم وأوزانهم على ما قدمتموه لإتمام مسيرة التعليم في صرحنا هذا بجد ونظام. حاولت أن أرتب كلمات الشكر والثناء المنمقة الرائعة لروعة عطائكم، لكن ما تلبث كلماتنا وأحرفنا المتواضعة إلا أن تتوارى خجلة أمام شموخكم الذي كان ثمرة لقلوب جمعها الحب في الله وسمت أنفسهم بأهدافها للعليا. لكم أيها المعلمون دعوات صادقة وخالصة في ظهر الغيب بالتوفيق والسداد، وأن يجزل لكم الباري الأجر والمثوبة، وأن يرفع قدركم ويسدد خطاكم ويعينكم على كل خير، وأن يجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما تدق الأجراس نختار من همس الكلام أعذب، ومن قواب القصيد أزل، ومن جميل النثر أروع، بين مد وجزر وفي أمواج البحر نفض غمار الكلمة، فتجربنا سفينة الغرفة تجدرها أقلامنا لتحل قوالبكم في مراسينا، فنصل معا نحو شواطئ أروع، وللطلاب كلمة يلقيها نيابة عنه وطن الطالب عبد العزيز بندر البسام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سعادة رئيس مجلس إدارة مدارس رياض الإسلام الأهلية للبنين الشيخ عبد الرحمن بن حمد الحصيني حفظه الله، الإدارة الموقرة، آباءنا المعلمين الفضلاء، آباءنا وأولياء أمورنا الأكارم، إخواننا الطلاب المحترمين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. فشرف عظيم أن أقف بين أيديكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي لأتحدث إليكم، ونحن نودع حقبة من تاريخ حياتنا مليئة بالحب كل الحب وبالتقدير كل التقدير للجهود العظيمة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه. إنها لحظات حاسمة ومؤثرة في تاريخ كل طالب منا، لحظات الفرح الممزوجة بالألم الذي يعتصر قلوبنا، لأننا سنودع مقاعد الدراسة التي عشنا عليها أجمل السنوات لمرحلة جديدة في عالم الغد المجهول، لحظات تحمل كل معاني الحب والتقدير لكم جميعا مدرسة وأهلا. لقد حرصتم جميعا أن تضعونا على الطريق الصحيح، طريق النجاح والتفوق والأمل، طريق الخير والنماء والفلاح. نعم نعم، لقد كنا أطفالا نلهو ونلعب ونمرح نلقي بعبء المسؤولية عليكم، فكنتم خير من حملها بإخلاص وأمانة. سعادة رئيس مجلس الإدارة الموقف، لقد أنشأت ذلك الصرح حسبة لله في أن تساهم في بناء الأمة عن طريق بناء النشء وتربيتهم وفق المنهج الرباني المنبثق من كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان أول أهداف مدارسنا الغضاء أن ينشأ جيل إسلامي متميز ملتقط بدينه يعتصم به ويعمل بأحكامه، وها نحن أمامك نشهد بأنك لم تدخر جهدا من أجل تحقيق ذلك، فجزاك الله عنا خير الجزاء. إدارة مدارس رياض الإسلام الأهلية للبنين، علمتم فتميزتم، فتفردتم فسمرتم، وأخلصتم في تمجيهنا وإدارتنا، فأثمر زرعكم وها أنتم اليوم تجنون ذلك الثمر، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. آبائي ومعلمي الأفاضل، أصحاب أسمى رسالات، هنيئا لكم بشرى المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض
حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. لقد غضبتمونا بالرعاية والحب، آبان ارتوينا من معين عطفهم، ومعلمين نهنا من أنهار معارفهم وعلومهم، وناصحين استفدنا من آرائهم وتجاربهم. لن ننسى جدكم ومثابرتكم وحرصكم على أن تصبوا العلم في عقولنا صبا، وأن تجعلوا منا رجالا صالحين نافعين لديننا وأمتنا ووطننا وأهلينا وأنفسنا، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. إخواني الطلاب، إن المجتمع والوطن والأمة بحاجة ماسة إلى الشهادات العليا والتخصصات العلمية الرفيعة التي يتربع عليها الشباب المسلم الذي يخدم دينه ووطنه ويمثل الإسلام والوطن في أعلى المستويات. فكونوا أصحاب نفوس تواقة وهمم عالية، واستعدوا للبذل والتضحية للوصول إلى القمة، فبسواعدكم الفتية ستبنى الأمة. أما أنتم أيها الأباء، فلا شك أن لكم فضلا لا يدانيه فضل، ولكم معروفا يعلو على كل معروف. ويكفي أن أقول وأنا خافض الجناح رافعا أكف الضراعة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فجزاكم الله عنا كل خير، وجعل الفردوس لكم مثابة وأمنا. لقد عبرنا معكم معلمين وأولياء أمور درب الحياة المليئة بالأشواك، ولكنكم ذللتم الأشواك فازدهرت ودا. بعرقكم المتصبب رويتم القراص فأثبت ثمرا طيبا صالحا. غطيتمونا بالعلم والمعرفة، درستم فينا الخير والأمل، فماذا عسانا أن نقدم لكم مقابل هذا؟ إن شاء الله سنقدم لكم أجمل هدية تتطلعون إليها جميعا، النجاح في معترك الحياة. سنقدم لكم الشباب الوفي المؤمن الذي سيعمل من أجل بناء مجتمعه وتماسكه، القادر على الصمود في وجه الصعاب. لن نكون إلا أبناء مخلصين للرسالة المقدسة، رسالة العلم. سنكمل المسيرة وسننقل التجربة إلى كل إنسان فاضل في هذا الوطن، وسنسير لنصل معا إلى بر الأمان بمشيئة الله وتوفيقه، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حينما تدق الأجراس تنشد الأطيار لحن الخلود، فتعانق نسمات الصباح، ورب الشمس يتوهج البدر حاجة باقات من الدهن يثرها بين الأياد، معلنة موعد فجر جديد يصاحبه نور قلم فريد، ومع كلمة أولياء الأمور الأكارم يلقيها بالنيابة عنهم الوالد الكريم الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الحواس. فليتفضل سعادة الدكتور مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبيه المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي سعادة رئيس مجلس إدارة رياض الإسلام الأهلية للبنين الشيخ عبد الرحمن بن حمد الحسيني حفظه الله، الإدارة الموقرة، إخواني المعلمين الفضلاء، إخواني الآباء وأولياء الأمور، الطلاب الأكارم، أبناؤنا الطلاب المحترمين، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإذا كان البيت مدرسة الطالب الأولى فإن المدرسة بيت أكبر قلبا وأرحب صدرا وأكثر علما ومعرفة، فهي بما فيها ومن فيها حاضنة دافئة لبراعم المستقبل الواعد، ومصنع ناجح وناجع لرجاله وبناته، ومعلم من معالم المجتمع العلمية والحضارية، ولا سيما مدارس رياض الإسلام التي وضعنا فيها أبناؤنا منذ نعومة أظافرهم لتكون محضنا تربويا آمنا.
وقد كانت ولا تزال قلعة حصينة من قلاع العلم والأدب. صحيح أن المدرسة توفر للطالب العلم والمعرفة والثقافة وحسن التعامل مع الغير، إلا أن مهمتنا تظل ناقصة ما لم تكملها حركة تربوية من داخل البيت على لسان الوالدين بطريقة المعرفة الحسنة والتوجيه الصحيح والعناية المضمونة. لذلك كنا نقوم بهذا الدور تكاملا مع رياض الإسلام، وكثيرا ما كانت رياض الإسلام تجبر أي قصور من جانبنا، فجزى الله خيرا مالكها ومؤسسها ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبد الرحمن بن حمد الحصيني، فله منا كل التحية والتقدير والاحترام. والشكر موصول لإدارة المدارس التي تشهد لها بالوعي التام والأداء الراشد والحكمة وحسن التصرف، فلهم منا التحية والتقدير والعرفان. والشموع التي تحترق من أجل أبنائنا نقول جزاكم الله خيرا، خير الجزاء يا حملة رسالة الأنبياء، فأنتم أهل الفضل بعد فضل الله على أبنائنا. أخواني الآباء وأولياء الأمور الأكارم، أتتذكرون ألف أرنب وباء بطك؟ إنها حروف وكلمات كان أبناؤنا في الصف الأول في بداية التحاقهم بمدرستنا الغراء رياض الإسلام كانوا يجنجنون بها ويتفنون بها، وكانت سعادتنا بذلك سعادة لا توازيها سعادة. فالفضل لك أيها المعلم بعد فضل الله. ثم شكوا وترعرعوا وتعلموا تلاوة القرآن وتلقوا المعارف والعلوم المختلفة، فالفضل لك أيها المعلم بعد فضل الله. لقد كانت ولا تزال مسؤوليتنا كأولياء أمور تجاه أبنائنا جسيمة حافلة بالالتزامات والتوجيهات والإرشادات التي كلما غطت قسما من حياتنا كانت لهم الساعد الأيمن في شق طريق المستقبل بخطوات ثابتة قوية، لأننا إذا أهملنا ذلك سيجر عليهم الوبال والمشاكل والمصاعب التي تقف حائلا دون نجاحها. من هنا كانت رؤيتنا وواجبنا كأولياء الأمور بأن كنا الرابط المتين والأمين بين المدرسة والمجتمع من خلال التواصل البناء معها من أجل أبنائنا وبلدات أحبابنا، وذلك بكل تحية ومحبة وشفافية واحترام. وها أنتم اليوم معاشر الآباء تقر أعينكم في بلدات أكبادكم، فهنيئا لكم حسن قريبكم وهنيئا لكم ثمرة كدكم. أما أنتم أصحاب العرس أبنائنا وأحبائنا وزينة حياتنا، فطبتم وطابت أعماركم وأيامكم وشرح الله صدوركم وتبوأتم من الجنة منزلا. وإننا نحن الآباء وأولياء الأمور لنستثمر تجمعنا في حفل تخرجكم الميمون ونوصيكم بثلاث وصايا علها تنفعكم في مستقبل أيامكم. أول وصيتنا إليكم هي العلم والحرص عليه وإحسان النية فيه، فهو السلاح الذي ستواجهون به الجهل. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. والوصية الثانية إليكم ألا تكونوا تقليديين تعيشون على الهامش، همكم الوحيد هو اللعب والتسلية فقط، بل اجعلوا لكم قدوات صالحة في حياتكم، ولا تتخذوا قدوات سيئة فاسدة تسيء لكم ولإسلامكم، بل احرصوا على أن يكون لكم دورا فاعل ومميز في هذه الحياة، وأن تكون لكم بصمة متميزة في حياتكم. أما الوصية الثالثة فهي أن تحرصوا على أن تكون لكم أهداف
في هذه الحياة، لأن الله لم يخلقكم عبثا، إنما خلقكم لغاية وهدف، وهي عبادته. فيجب على كل واحد منكم أن يحدد أهدافا له في هذه الحياة، أهدافا صالحة مشرفة تسعون لتحقيقها بكل جد واجتهاد، ليكون لكم قضية تعيشون من أجلها، ويكون لحياتكم معنى. وهذه الأهداف تعرفونها وتخططون لها وتتحاورون فيها بمساعدة معلميكم وآبائكم وأمهاتكم. وفي الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وللسفينة ربانها وقائدها الماهر الذي قادها منذ البداية بحنكة المقدار، فهيأ لها أسباب الإبحار الآمن، واختار أفضل العناصر ليساعدوه للوصول إلى بر الأمان. وقد كان والآن مع كلمة سعادة رئيس مجلس إدارة مدارس رياض الإسلام، فليتفضل سعادته مشكورة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آيتان من كتاب الله ومن كلام الله سبحانه وتعالى، جاءت فيهما هذه الرفعة من الدرجات والمراتب لطالب العلم. وأنتم أيها الأبناء معنيون ومخاطبون بهذه الآيات. ولكن بداية أيها الأحبة، قد أقص قليلا والله من محبتكم يعني في بعض النصائح، فأرجو أن تتحملوني خريجين وآباء خريجين. ولكن واقع الأمر الذي أشهده اليوم تجاه الشباب وهذه الأجيال الجديدة، إلا ما رحم ربي، عليه علامة استفهام كبيرة. لذا وجب علي من باب الأمانة أن أستفيد من هذه المناسبة التي تجمع الطالب مع ولي أمره، وأن أرسل رسالتين، واحدة لك أيها الطالب الخريج، والأخرى لأولياء الأمور الأعزاء الكرام. الرسالة الأولى أيها الأبناء الأعزاء، فأقول: إن كان لكل جواد كبوة ولكل فارس هفوة، فأرجو أن لا تطول هذه الكبوة ولا هذه الحفوة، إنما أراه من فتور وعدم رغبة جادة عند بعض الطلاب، إلا ما رحم ربي، في طلب العلم لا يدعو إلى وقفة جادة من الجميع، والشواهد على ذلك كثيرة. ومنها على سبيل المثال، في أثناء الحصص الدراسية يحصل عبث ونعاس من بعض الطلاب داخل الفصل وأثناء شرح المعلم، مع وجود جماعة أخرى من الطلاب تريد التعلم والاستفادة من الدرس ومن المعلم، لأنه لا يريد أن يحضر إلى المدرسة من الساعة السابعة صباحا ويخرج منها في الساعة الواحدة بعد الظهر، ثم يعود إلى منزله بخفي حنين. كثرة الغياب سواء بعذر أو بدون عذر، فهناك غياب قبل الإجازة،
قبل الإجازات المدرسية، وغياب بعدها، وغياب قبل اختبار القدرات، وعدم الرغبة والتأخر عن حضور الطابور الصباحي من مجموعة من الطلاب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بكروا فإن في البكور بركة، بكروا فإن في البكور بركة. ظاهرة متابعة الفضائيات. الأمر الثاني، ظاهرة متابعة الفضائيات ومواقع الإنترنت التي تعرض الأفلام والبرامج الهابطة والاتصالات الاجتماعية السلبية التي تسرق الوقت عبر وسائل الاتصال الحديثة من أجهزة الاتصال، حتى وصل مع البعض إلى درجة الإدمان والتكيف المذموم. وهذا والله مضيعة للوقت، وهذه الشواهد والشواهد على هذه كثيرة، ولا أعرف ما هو السبب، مع أن الخاسر الأول والأخير هو الطالب. لذا يجب التنبيه لهذه المؤثرات التي تؤثر على تحصيل الطالب والاستفادة من المدرسة والمعلم ومن الوقت عموما. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليابس. الرسالة الثانية لنا أولياء الأمور، يجب أن يكون هناك متابعة ومناصحة حكيمة ومتزنة من ولي الأمر تجاه الأبناء، بنين وبنات، كل حسب مرحلته العمرية، وخاصة في وقتنا الذي نعيشه ونشهده، والذي امتلأ بأنواع الأخطار والشرور، فلا يترك الحبل على الغارب. يقول الشاعر: ألقاه باليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. إن خير ما يبدأ به من أمر بالمحاربة على الصلوات في وقتها، فوالله إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم بعد ذلك متابعته في أمور كثيرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وأن يكون ولي الأمر قدوة حسنة، فإن من أفضل وسائل التعلم هو التعلم بالقدوة. يقول الحق تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. والطرح بهذا الموضوع هام جدا، ويحتاج إلى مناسبة غير هذه المناسبة، لأن لكل مقام مقال، لكن لأهميته الملحة أشرنا له باختصار، ويكفي من القلادة كما يقال ما أحاط بالعمق. لذا نعود في اجتماعنا هذا وهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، وهي احتفال بتخرج مجموعة من أبنائنا في الصف الثالث الثانوي وحصولهم على شهادة الثانوية العامة إن شاء الله، والاحتفال كذلك بكوكبة من أبنائنا في الصف الثالث المتوسط لإتمامهم حفظ كتاب الله. فالحمد لله على ذلك، سائلين الله أن يلبسهم تاجاً وحلة الكرامة، ويلبس والديهم تيجاناً من نور. وإن من الجدير ذكره في مثل هذه المناسبة شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله على اهتمامه الشخصي بالعلم وأهله. نسأل الله له التوفيق والسداد في كل أمر يحقق النجاح والرفعة للوطن والمواطن والعزة للإسلام والمسلمين. وبالختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم من خير الشباب خلقا وعلما، وأن يبارك لكم في تخرجكم اليوم، ويبارك لآبائكم وأمهاتكم، وأن يجعلكم قرة عين لهم، وأن يرزقنا وإياكم جميعا تقوى الله في السر والعلن. ونشكر كل من حضر حفلنا وشاركنا فرحتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تكريم الطلاب الخريجين في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 36,400,000
أنس رضا عريبة، عبد الله برجي الحنفي، عبد الله الخرشد، عبد الرحمن السبيعي، عبد الرحمن شعلان الزهراني، عمر الناس، بدر الصبحي، مبارك الهاجري، محمد حمود الهاجري، محمد الأسمري، ماجد آل حنيف، نوال القحطاني، أحمد مصلح النجار، فهد الشمراني، عبد الله حسين سرحان، عبد الرحمن قنطيري، بهاء عباس، عمار العبد الكريم، سعيد حسين القحطاني. أحمد زينهم صلاح أبو خالد، عبد الله حسين القحطاني، مهند مريح القحطاني، حامد ناصر القحطاني، خالد أحمد الحواس، فيصل حنين، عمر حصوص القحطاني، عبد الرحمن الزبيكر، جمال السماعيل، ياسر القحطاني، محمد العتيبي، عبد الرحمن العتيبي، عبد المحسن الشرياني، فيصل العتيبي، عبد الرحمن الشامسي، عمر الشمراني، سعود البريك، عبد العزيز البسام، عبد العزيز الشمراني، عبد الله البريك، عمر المعيوب، خالد الطبجي، مشعل الهزاع، علي المير، عبد المحسن المغيري، عبد الرحمن الحجيب، عدنان امين، طارق الحوار، حاتم الدولبي، محمد عبد الله القحطاني، حمزه الغامدي، بسام الشهري، احمد محمد شايع القحطاني، يزيد الهاجري، احمد التويجري، عصام القرني، عبد الرحمن البهيد، عمر هيثم اليحيى، عبد الرحمن العنزي، صالح عسيري، فيصل حصوصه القحطاني، خالد محسن العتيبي، فيصل البقمي، عبد الإله الصمعاني، سعيد سعود بلعبيد، عبد الله الباطين، علي عادل الدوسري، خليفة الحجرة، مؤيد الدليقان، نواف جابر الخالدي، طارق محمد مفرح السرحاني، عبد الله العماري، فيصل القطعمي، إبراهيم البوادي، عبد العزيز رفعت البوادي، أحمد طارق، أحمد الشربيني، بندر علي عبد الله صالح حنين، عبد العزيز الزيارة القحطاني،
عبد الله الباطين، مهند القحطاني، عبد الله الخالدي، محمد الامطيري، عبد العزيز القرني، محمد حسين القحطاني، عبد الله الحايطي، مروان الغامدي، فيصل النوده، عبد الله الراجحي، فهد القرعاوي، فيصل سليمان، سعد الداحي الهجري، وتركي بكر الغامدي، تكريم الطلاب الخريجين بالصف الثالث المتوسط قسم تحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي 36,400,000 الطالب عبد الرحمن محمد آل متعب، الطالب محمد أبيانتو، الطالب تركي الصغير، الطالب علي ناصر نحميد، الطالب عبد الرحمن علي المطر، الطالب عبد الصمد فاروق سعيد، الطالب الطيب المعتصم عثمان، الطالب عبد الرحمن ديب حسين القحطاني، الطالب عبد الله الدوسري، الطالب معاذ الوادعي، الطالب سعود الفايز، الطالب سعيد غابر القحطاني.